السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم ترحيب ونمسي بعد على مستمعينا على 97 FM. مساك الله بالخير يا خالد. مساك الله بالخير يا أبو تميم، يا مرحبا ومسهلا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة الليلة، نتابع مع بعض مواضيع مهمة مع ضيوف متميزين، هذا وإلى جانب المواكبة اليومية لأبرز الأحداث والفعاليات وفي أبرز عناوين حلقة اليوم. لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي تدعو لفضح الانتهاكات الناجمة عن الحصار. وزارة الداخلية تطلق حزمة جديدة من الخدمات عبر تطبيق مطراش. مهرجان سوق واقف للفروسية يجذب الجمهور وفعاليات متنوعة تناسب كافة الأعمار. نبدأ وياكم أعزائي المشاهدين من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى قاعدة أندروز الجوية رئيس التشريفات بوزارة الخارجية الأمريكية ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي. كما كان في استقبال سموه سعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من المسؤولين العسكريين بالملحقية العسكرية القطرية في واشنطن والسادة أعضاء السفارة القطرية، ويرافق سمو الأمير وفد رسمي وعدد من رجال الأعمال. نعم، وفي شأن آخر رحب سعادة السيد أنطونيو بنزيري رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي بانضمام دولة قطر للعديد من الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. ونوه خلال مؤتمر صحفي بأن زيارته لقطر أتاحت له عن قرب الاستماع مباشرة لضحايا الحصار وشهادة المتضررين منه، وشدد على أن الحصار بصورة عامة هو فعل مدمر ويؤثر على حقوق الإنسان، مما يحتم فضح الآثار المدمرة لدى الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان للرأي العام. نعم، انطلق أمس في الساحة الغربية لسوق واقف مهرجان سوق واقف للفروسية اللي طبعا ينظمه المكتب الهندسي الخاص. المزيد من التفاصيل نشوفها وياكم من خلال التقرير التالي. وسط حضور جماهيري كثيف وفي أجواء احتفالية متميزة، انطلقت فعاليات مهرجان سوق واقف للفروسية 2018 الذي تنظمه لجنة الاحتفالات التابعة للمكتب الهندسي الخاص وبالتعاون مع الاتحاد القطري للفروسية ونادي السباق والفروسية والشقب عضو مؤسسة قطر. وقد انطلقت الفعاليات بمزاد لخيل الجزيرة العربية فئة الجمال، والتي تنضوي تحتها 10 فئات مشاركة تبدأ من 2 و3 سنوات ومن 4 إلى 6 سنوات ومن 7 سنوات إلى 11 سنة، ثم أكبر من ذلك للذكور والإناث في بعض أنواع الخيل. كما تتواصل فعاليات المهرجان بتنظيم بطولة جمال خيل الجزيرة العربية، ليليها مزاد للخيل الميكس البولندية، وبعدها مباشرة ستبدأ منافسة قفز الحواجز التي تعتبر مشاركتها في سوق واقف إضافة حقيقية للبطولة، كما لها دور مهم في تقريب رياضة الفروسية للجمهور. إدارة المهرجان نظمت كذلك أنشطة ترفيهية ورياضية كركوب الخيل والبوني ومعرض مصاحب للفعاليات. مشاهدينا الكرام، وللمزيد عن أجواء مهرجان سوق واقف للفروسية ننتقل مباشرة إلى نديب قناة الريان غانم المعاضيد. حياك الله يا غانم والكلمة عندك.
نعم يا هلا ومرحبا بك اخوي حمد، ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام. امسي عليكم بالخير وارحب فيكم من سوق واقف في تغطيه قناه الريان الحصريه لمهرجان سوق واقف للفروسيه. هذا المهرجان مشاهدينا الكرام اللي انطلق بالامس وسط فعاليات كثيره، فعاليات تنظم على المدار اليومي، كل يوم له طبعا جدول معين، بدايه بالمزاد، بدايه ايضا بعروض جمال الخيول اللي يتواجد اليوم ويتواجد ايضا بكره. هذا العرض اللي هو عرض جمال الخيول وعرض جميع طبعا انواع الخيول، سواء الخيول العربيه او حتى ايضا الخيول اللي من الفصائل الاخرى، بالاضافه ايضا الى بطولات الحواجز المتواجده والمقامه ايضا في مهرجان سوق واقف للفروسيه. احب اذكر واحب انوه ايضا مشاهدينا الكرام بان سوق واقف ومهرجان سوق واقف للفروسيه ايضا يتيح لعدد كبير من الاطفال والصغار ايضا المشاركه في طبعا عروض البوني، المشاركه في اخذ فكره طبعا عن البوني وأخذ جولة بالبوني أيضا، والتعرف على هواية ورياضة الفروسية وتعزيزها أيضا في قلوب النشأ، قلوب الصغار، وطبعا تحبيب مثل هذه الرياضات اللي خصوصا طبعا تعتبر من الرموز الخاصة بالعادات والتقاليد القطرية. إذن هذه عروض البوني، وهذه أيضا مشاهدين الكرام الجدول اللي أنا تكلمت عنه، طبعا جدول مهرجان سوق واقف للفروسية اللي يحتوي على عروض المزاد الخاصة بالخيول، بالإضافة أيضا إلى عروض الجمال بداية من الخيول العربية والفصائل الأخرى مثل ما قلت لكم، أيضا البطولات، عروض البوني، كل هذه راح تكون موجودة على مدى 8 أيام. هذه 8 أيام اللي بدأت بالأمس وراح تنتهي يوم السبت القادم. يوم السبت القادم هو آخر يوم لمهرجان سوق واقف الفروسية، ما أقول مهرجان أقول هذا الكرنفال الكبير. إذن مشاهدين الكرام هذا اللي موجود عندي من سوق واقف في تغطية قناة ريان لمهرجان سوق واقف للفروسية. بإذن الله احنا في قناة ريان راح نطلع بشكل يومي وراح نغطي لكم بشكل يومي كل ما يجرى في سوق واقف وفي مهرجان سوق واقف للفروسية. تقبلوا تحياتي، ننتقل الى استديو ترحيب اخواني الكل عندكم. شكرا لك غانم، ونذكر مشاهدينا الكرام انه يمكنهم متابعة البث المباشر لمهرجان سوق واقف للفروسية 2018 على قناة ريان القديم طيلة ايام المهرجان. نعم الله يوفقهم إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين نطلع وياكم الفاصل قصير ونتابع بعده فقرة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. دشنت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور صباح اليوم الخدمات المرورية الجديدة على تطبيق متراش بمبنى الإدارة العامة للمرور. نظمت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية مؤتمراً صحفياً للإعلان عن الخدمات الجديدة لبرنامج متراش والخاصة بالخدمات المرورية، كما تم تدشين الخدمات الجديدة بحضور العميد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور وعدد من ضباط وزارة الداخلية. خدمة تجديد الترخيص هي أكثر معاملة من ناحية الإحصائيات، تقريبا ما بين 60 إلى 70 ألف شهريا سيارة مركبة تجدد. هذه المركبات بإمكان الشخص الحين يجددها أونلاين عن طريق خدمات متراش 2 دون الحاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور. بإمكان الشخص، لو فرضا أن الشخص عنده فحص فني، يخلص من الفحص الفني في حال نجاح المركبة من الفحص، يقدر يدخل أونلاين يأمن. أيضا نفس الشيء موضوع تجديد الترخيص، في حال عدم رغبته بمراجعة الإدارة العامة للمرور يقدر يستخدم موضوع المؤسسة العامة للبريد، متاحة أيضا في متراش 2 مقابل رسم بسيط توصل لنا البيت دون حاجة لمراجعة الإدارة العامة للمرور. هذا بيخفف الضغط على المراجعين، أيضا بيخفف اللي هو من ناحية البوليس الورقية في موضوع حفظه في الإدارة العامة للمرور. تأتي هذه الخطوة ضمن حرص الوزارة على تقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية المتميزة التي تساعد على إنجاز المعاملات بكل يسر وسهولة وتوفير الوقت والجهد للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
إذن أعزائي المشاهدين، للمزيد حول طبيعة الخدمات الجديدة عبر تطبيق مطراش وأهميتها، معنا في الاستديو العميد عبد الرحمن علي المالكي، مساعد مدير عام إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية. مرحبا وسهلا فيك أبو علي، حياك الله سيدي ترحيب. حياك الله أبو علي. أبو علي، بداية يعطيكم العافية على انطلاق هذه الخدمات، صراحة شيء مميز ومطراش، سهل علينا وعلى المقيمين أشياء كثيرة. نعم. الحمد لله. ودنا نعرف مشاهدينا طبيعة الخدمات الجديدة اللي ضفتوها في مطراش. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على الاستضافة. طبعا وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لنظم المعلومات قدمت مجموعة كبيرة من الخدمات عن طريق الهواتف الذكية وعن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة. طبعا اللي عن طريق الهواتف الذكية مسماها المطراش 2 المعروفة ومتعارف عليها المطراش 2، وفي مقابل لها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة الداخلية اللي هي موقع الداخلية على الانترنت. طبعا نفس الخدمات تقدم في الجهتين بناء على نوعية أو احتياج المستخدم نفسه، هو اللي يختار الخدمة. طبعا الوزارة طبعا يوم أخذت هذه الخطوة على أساس تحويل جميع خدماتها إلى الخدمات الإلكترونية، الهدف كان طبعا في البداية تسهيل الإجراءات وتقليل عدد المراجعات للمراكز الخدمية في وزارة الداخلية. بالإضافة إلى ذلك حافظنا احنا على مستوى عالي من سرية البيانات وحماية البيانات الخاصة للمواطنين والمقيمين والشركات والشركات والمستخدمين بشكل عام. طبعا اليوم احنا الحمد لله قدرنا او دشنا خدمة جديدة، يمكن خدمة مميزة عندنا، اللي هي خدمة تجديد المركبات، تجديد المركبات آليا بدون الحاجة الى رجوع او الى مراجعة مراكز الخدمات. نعم. ما شاء الله. نعم. هذه الخدمة طبعا يمكن الكل يتساءل ليش تأخرت عن باقي الخدمات، لان احنا بدينا في 2011. نعم. اول مجموعة خدمات في مطراش 2 اللي كانت على شكل باقات من الخدمات، باقات خاصة في الإدارة العامة للمرور، باقات خاصة في الإدارة العامة للجوازات، باقة خاصة بالجوازات الجنسية، باقة خاصة بالمنافذ، يعني كل على حسب الاحتياج. الخدمة هذه كان لها يمكن طبيعة مميزة، أن هي هاي الخدمة غير مباشرة في المرور هي أو في الداخلية، الخدمة تحتاج بيانات من خارج الوزارة اللي هي بيانات التأمين. بيانات تأمين المركبة نفسها. تأمين المركبة لازم يكون. نعم. متوفر. والبيان الثاني طبعا أنا أتكلم متوفر، يكون متوفر بشكل آلي. نعم. والبيان الثاني اللي هو الفحص الفني. صحيح. طبعا احنا كان أحد أهم شروطنا لتنفيذ أي خدمة في مطراش 2 أو موقع الوزارة أنه يكون التنفيذ بالكامل من البداية للنهاية بدون تدخل بشري في الخدمة. نعم. معنا أقدم الخدمة وأحصل عليها فورا. نعم. بدون تدخل. صحيح. وهذا يمكن اللي أخرنا في الخدمة هاي. بس طبعا الخدمة هذه احنا من بداية تنفيذ خدماتنا الإلكترونية كانت يعني حطينا في عين الاعتبار، لأن هي من يمكن اليوم تعتبر من أكثر الخدمات مستعملة. صحيح. أكثر استهلاك. يعني نتكلم اليوم عن من 3000 إلى 4000 معاملة في اليوم. 3000 إلى 4000. نعم. هذه تتم اليوم عن طريق إدارة المرور أو الإدارة الخدمية. نعم. أبو حلي، هذه يعني أسف على المقاطعة، هذه لتجديد المركبات ولا أيضا تسجيل المركبات؟ لا، احنا نتكلم عن التجديد، لأن التسجيل له إجراء ثاني اللي هو التسجيل يحتاج تركيب لوحة وكذا. نعم. يعني إجراءات ثانية. نعم. طبعا مثل ما قلنا بدون أي مساس بالإجراء الأساسي اللي هو الحصول على تأمين صالح ومعترف فيه والفحص الفني. الفحص الفني شلون بيتم بعد؟ نعم. طبعا الفحص الفني احنا عندنا في قانون المرور أن المركبة لأول 3 سنوات لا تحتاج فحص فني. نعم. والحمد لله احنا اليوم بشكل عام عندنا عدد كبير من المركبات الجديدة. نعم. للتغير بشكل عام. بالنسبة حق المركبات اللي تحتاج فحص فني، مجرد أن أخذها مركز الفحص الفني وإجراء الفحص فقط، وممكن تكمل المعاملة عن طريق المطراش أو عن طريق موقع الوزارة. يعني في ربط بين فاحص. نعم. وبين مطراش. نعم. أن أنا وديت سيارتي خلاص شيكت مباشرة لحظة التشيك تظهر عندنا الموافقة، خلاص أنا أقدر أجدد وأسوي كل شيء. نعم. ما شاء الله. ما شاء يعني الله. الأمانة بعد الأمانة الواحد يقولها لكم، يعني احنا نشوف الانجازات عندكم على عجله وعلى عجله او على وتيره متسارعه، نشوف ان الانجاز حتى تحتسب لكم ايضا من قبل البعض من الدول اللي ينظر الى قطر انها قفزت يعني قفزه نوعيه في مثل هذا المجال. انا ودي اسال بعد، يعني كم يبلغ عدد مستخدمي مطراش بشكل عام؟ يعني انت فضلت وقلت في اليوم تقريبا تم تسجيل بين 3000 و4000. لا لا، خدمه السيارات. نعم. لا، انا اتكلم عن خدمه السيارات في مواقع الوزاره، لكن على مطراش تختلف شوي. طبعا بالنسبة حق موضوع المشاركين، طبعا يبلغ تقريبا أكثر من 418 ألف مشارك. نعم.
نعم في مطراش. طبعا انا لما اتكلم عن مشارك ممكن يكون مواطن او مقيم يقوم بعمليه واحده في السنه صحيح، لكن في المقابل في عندنا مشاركين خصوصا بالمنشآت والشركات نعم العامة والخاصة، ممكن شخص واحد يقوم عن 10,000 شخص، وهذه نعم موجود، يعني أتكلم عن وقائع موجودة عندنا صحيح في بعض الشركات تجاوزت 50,000 و 60,000 معاملة نعم لشخص واحد يقوم بها لأنه يمثل الشركة وموظفين نعم الشركة بالتأكيد نعم. والله أبو علي في خدمة هذه مالت الشركات أن أنت تقدر تجدد تلقائي، هذه كانت صراحة يمكن جميلة جدا نعم يعني، وكانت من فترة بسيطة نعم تم تدشينها من قبل فترة نعم. دائما ننتظر من مطراش وإداراتكم الموقعة قرر نظم المعلومات كل جديد في هذا البرنامج نعم اللي ما شاء الله يعني سبق نفسه الآن، نقدر نقول هو سبق صحيح نفسه في الخدمات اللي يقدمها. شو الإضافات اللي تتوقعونها بتكون موجودة في المستقبل؟ طبعا احنا في وزارة الداخلية ما راح نوقف عن التطوير، يعني حتى بعض صحيح التطوير يكون حق خدمات سابقة تحتاج إلى إعادة النظر هل هي سهلة أو لا نعم. طبعا احنا عندنا مجموعة خدمات إن شاء الله راح تطلق بشكل عام، اليوم احنا موفرين 350 أكثر من 350 خدمة نعم عن طريق مطراش أو عن طريق الموقع. طبعا يوم أقول خدمة اللي هي يعني بشتى أنواع، بالنسبة حق الإقامات الجديد والتجديد والنقل، وبالنسبة حق المركبات نقل المركبات صحيح. يمكن في بعض الخدمات المهمة جدا اللي هي موضوع تسجيل الحوادث المرورية، أن الشخص لا يحتاج أن ينتظر إلى دورية المرور أن تي وتخلص موضوعه في الحوادث البسيطة وهي أكبر حد. فأنا أتكلم عن مجموعة كبيرة من الخدمات هاي طبعا تجاوزت 350 خدمة على مستوى، وهذه فعالة وشغالة كلها متأكد نحصلها شغالة، وإحنا إن شاء الله قريب بعد بنطلق بعد مجموعة ثانية في باقة ثانية اللي هي باقة الجوازات، وإن شاء الله قريب نعلن عنها إن شاء الله اللي هي موضوع الخدمات الخاصة بالتأشيرات إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله ما شاء الله. طيب علي شلون شفتوا تفاعل الناس معاكم مع الخدمات اللي دائما تقدمونها في مطراش، وايضا التحديث المستمر اللي قاعدين نشوفه بين فتره وفتره؟ يعني صراحه الحمد لله يعني احنا نقيس نجاح الخدمه بعدد مستخدمينها نعم اوكي. طبعا الخدمه ما دام انها توفر على الشخص، ان طبعا هي لها يمكن فائدتين، فائده حق الشخص اللي يحتاج الخدمه انه ما يحتاج ينتقل الى مركز الخدمات صحيح، وما دام انه يقدر يسوي كل شيء نعم عن طريق الهاتف وعن طريق الجهاز صحيح. بالاضافه الى ذلك في خدمه عامه حق الدوله بشكل عام، انت اذا وفرت مثلا على الشخص انه ما يروح الجوازات بتوفر زحمه الطرق طبعا، بتوفر استهلاك الوقود والابخره والبيئه، ايضا تلوث البيئه والتلوث يعني البيئه نعم احتياج حق المواقف بتقل صحيح. يعني في مجموعه كبيره وساعات العمل من الموظف اللي يطلع من مكتبه الصبح، موظف اي وزاره يحتاج انه يروح ينجز معامله، احنا نقول صحيح لا تطلع خلص معاملتك وانت موجود وانت في مكانك، نعم مكانك وموجود نعم وما تحتاج تطلع، فتوفر حتى وقت العمل على باقي الوزارات نعم الوزارات. فانا متكلم عن تقريبا اكثر من 6 ملايين معاملة تم إنجازها في 2017 ما شاء الله، وأكثر من مليون معاملة تم إنجازها في الربع الأول من 2018 نعم. فنتكلم عن مجموعة كبيرة من الخدمات اللي يعني لو حسبناها حسبة بس سريعة تتكلم عن توفير مادي نعم ومعنوي، المادي صحيح من ناحية الاستهلاك والتنقل نعم، والمعنوي اللي هو بشكل عام متوفر على البيئة رضا الناس أيضا نعم عن هذه الخدمات المقدمة الحمد لله رب العالمين طبعا صحيح. ولذلك يمكن حمد تسمح لي يعني احنا شفنا وزارة الداخلية يعني من ضمن الوزارات المتقدمة، أنا ما أبي أقول هي أول وزارات على رأس جميع الوزارات، ولكن خلني أكون منصف هي من ضمن الوزارات اللي يعني كانت يعني تسعى يعني بشكل كبير جدا للحصول على مثل هذه الخدمات، ونشوف بدينا نشوف ايضا يمكن الوزارات الثانيه تحاول ايضا تكون في راس السبق وتحاول انه ايضا تحاول توفر مثل هذه الخدمات. ونتمنى هذه احنا ودنا الوزارات الثانيه يعني تحد الوزاره الداخليه، لان في الاخير نعم الخدمه هذه حق من لي انا شخصيا ولزميلي واخي نعم ويعني وكل الناس بالضبط. صح يعني ما انا بستفيد، انا اي خدمه تم طرحها من اي وزاره انا نعم بستفيد منها نعم لان انا بحتاجها بالتأكيد. فاحنا نتمنى ان كل الوزارات يعني ان شاء الله ياخذونها كتجربه ناجحه تجربه ان شاء الله، وهم بين وبينك يعني هم في تعاون نعم بيننا وبين كل الوزارات صحيح تقريبا أساس نقل الخبرة هذه، أي وزارة تحتاج إحنا نقوم مساعدتهم وشرح طريقة العمل وكذا نعم. والدعم الفني أيضا مهم في مثل هذا الفني نعم صحيح نعم. أبو علي في نهاية لقائنا ودك توجه كلمة لمستخدمين مطراش؟ طبعا أنا أوجه كلمة أول شيء أشكرهم على استخدامهم الخدمة نعم، لأنه هذه المقياس الوحيد اللي لي أنا مقياس نجاحي في تقديم الخدمة نعم. وأنا أحث باقي الناس اللي ليحهم ما شاركوا أن يشاركون، الخدمة مجانية صحيح سهلة صحيح في 24 ساعة في كل مكان في أي وقت ممكن تستغلها حتى يعني آخر الليل أو أي شيء نعم دائما متوفرة، وفي دعم فني كامل في حالة حدوث أي خطأ، الدفع المالي بيكون مباشرة عن طريق بطاقة الائتمان أو بالنسبة حق المعاملات الكبيرة حق الشركات في عندنا التحويل المباشر
مباشر من حساب الى حساب، ما يحتاج انه يستخدم البطاقه. صحيح. فاحنا نحاول نيسر كل شيء على اساس انه نزيد مستخدميننا ويستفيدون من الخدمه هذه. الله يعطيكم الف عافيه وجزاكم الله خير. واحنا ايضا نشكرك بدورنا على حضورك معنا اليوم العميد عبد الرحمن من علي المالكي، مساعد مدير عام اداره نظم المعلومات بوزاره الداخليه. مرحبا ومسهلا فيك طال عمرك. بيض الله وجهكم وما قصرت. بيض ان شاء الله. مرحبا. بالفعل مشاهدينا خدمه مطراش سهلت كثير، واللي ما استخدمها يجربها وبيتفاعل معاها وبيشوف ايش قد ان هي تقدر توفر. صحيح. عليه وقت. فاصل قصير وبعد نستكمل فقراتنا، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. يعد مرض التوحد واحدا من الأمراض التي تحتاج إلى عناية فائقة وأيضا دراية كافية من قبل الأهل للتعامل مع هذه الحالات، وهذه الأيام يصادف اليوم العالمي لهذا المرض. نعم حمد، بالتأكيد هذا المرض مهم جدا، وأيضا كيفية التعامل معه. معنا في الاستديو الدكتور محمد تلفت مدير إدارة الخدمات العلاجية في مركز الشفلح للتعرف أكثر على طبيعة هذا المرض. نقول مرحبا ومسهلا فيك دكتور، حياك الله في استديو ترحيب. يا مرحبا فيكم، حياكم. يا مرحبا، حياك الله دكتور. دكتور يعني بعيد الشر عن كل من يسمعنا ومن يشاهدنا، مرض التوحد يمكن في البعض ما يدري ما معنى مرض التوحد ويصطدم بهذه الحالات في فترات زمنية ما نقدر نعالج، فودنا منك في بداية لقائنا نبذة عن هذا المرض. نعم بسم الله. طبعا الاصطلاح الأخير اللي اصطلحوا عليه مسمى اضطراب طيف التوحد. نعم. فسموه اضطراب وليس مرض. السبب انهما يعني هذا الخلل اللي وجدوه في وظائف الدماغ ما له سبب عضوي معين في التحاليل. أوكي. فلذلك ابتعدوا عن مسمى المرض، وهو كامل من الناحية الجسمانية والخلقية. صحيح. فهذا لو فككنا المصطلح هذا بالنسبة لكلمة اضطراب، فهو نماء يظهر في خلال السنوات الأولى. صحيح. من بعد الولادة إلى سن 3 سنوات غالبا في هذه المرحلة. يمكن يكون ملاحظ أكثر دكتور من بعد 3 سنوات الأولى. صحيح. أي نعم. صحيح. أي نعم. أي قديما كان يتأخر التشخيص، بس ما كل ما تعرفت الناس على السمات وهذا بدأ تشخيص هي يبدأ مبكرا دخيل. بعد التوعية وبعد. نعم. المراكز الصحية اللي عملوا التوعية هذه. نعم. بالنسبة للطيف، نعم هو طيف من الخفيف جدا إلى المتوسط إلى الشديد جدا. نعم. التوحد، معنى التوحد هو التمحور نحو الذات. نعم. شنو معناته؟ عنده نوع من الخلل في التواصل، في تكوين العلاقات، في النطق قد يكون وفي اللغة. نعم. كذلك وفي القدرة على التخيل قد يصدر سلوكيات. نعم. صعبة جدا. التكرار عنده مشكلة والتكرار في عنده فيها. نعم. في هذه السلوكيات أو الإدمان على سلوك معين. نعم. حب الروتين. نعم. أو الاستجابة الغير طبيعية لشيء مؤثر بسيط. نعم. أو العكس. نعم. هذه الأشياء كلها وسلوكيات أخرى، يعني كل واحد له قصة. صحيح. هو تقريبا. صحيح. سلوكياتكم مختلفة في أكثر من 64 تقريبا عارض مختلف. البعض من الناس دكتور، يمكن أنا استغل وجودك يعني هنا، للأسف البعض من الناس أعزائي المشاهدين أنه هو يكون عنده خلط في معنى التوحد، فيقول لا، يقول لا أنا ولدي ما يعاني من التوحد ولكن فيه اضطراب طيف التوحد، فهو نفس الشيء يعني نفس المرض الشيء. هو نفسه. نعم. ولكن يعني أكيد. البعض من الناس يعتقد أن هذا أهون، هو نفسه مرض أو اضطراب طيف التوحد بغض. صحيح. النظر عن شدته. بغض. صحيح. بغض النظر. نعم. عن شدته. طيب أنا ودي أسألك الآن بعيدا كل البعد عن مدى زيادة الحالات اللي قاعدين نشوفها في الآونة الأخيرة، خلني أنقلك على الصورة القديمة. يمكن هذاك الباحث اللي تم من سحب رسالة الدكتوراه اللي عملها قال أن والله أن البعض من التطعيمات لها علاقة أندرو ويكفيلد إن كان في الإصابة بمرض التوحد، فياريت نتكلم شوي عن هالموضوع. أي والله هذه الكلام كان طبعا هذا مسبب لغط كبير وجدل كبير، وكل سنة في أبريل يجي نفس الموضوع. نفس هذا الموضوع. نعم. هو لأن في الإعلام، في كل وسائل الإعلام في كل دول العالم، بين أهالي التوحد. نعم. وبين حتى العامة، عامة الناس، وبين الأوساط الطبية المختلفة. نعم. هم كانوا يشيرون إلى نمط واحد من التطعيمات وهو تطعيم الحصبة. نعم. والحصبة العمانية اسمه الـ MMR، وهو يأخذ في 2 سنين و4 سنوات و6 سنوات.
كانوا قايلين أن فيه مواد ثقيلة مثل الألمنيوم مثل الزئبق مثل الثيرموسال وهو هذه اللي شافها أندرو أكفيد أو ظن أن هي السبب هي يمكن تكون أيوة السبب أن تكون السبب في التوحد وهذا هو سبب أن وجود المعادن الثقيلة في هذا حتى بعد أن أكدوا بعدين أن الآن غير موجودة هذه المواد الثقيلة كمواد حافظة في هذه التطعيم هي مواد حافظة لهذا التطعيم يعني الناس صحيح. عشان بس أن ما يكون عندها اللغط مو التطعيم اللي فيه هذه المواد لا المواد الحافظة يعني أيوة. الحافظة نفسها الحافظة الموجودة في الشركة الموجودة في الشركة نعم أي نعم فأكدوا ذلك وقالوا لا رفضوا لسببين طبعا العلماء أولا طيب إذا هذا صاب ليش الثاني ما صاب نعم صحيح. ليش إحنا كلنا ما صابنا صحيح. هذا السبب الأول اللي رفضوا عشانه السبب الثاني طيب واللي يطلع في سنوات المبكرة شنو سببه هو ما أخذ التطعيم قبل التطعيم قبل التطعيم أيوة صحيح. فظلت هذه الأمور كلها في قيد البحث جميل. وهذه طيب. إحدى النظريات اللي كل سنة دكتور هذا يأخذنا إلى محور الأسباب الرئيسية لهذا المرض هل مثل ما يقال أنها وراثية أو لها أسباب خاصة يصنف المرض يصنف طبعا هذا الاضطراب التوحد أنه هو complex disorder يعني معقد دائما أي مرض يا إما يكون جيني أو وراثي أو من الاثنين فهذا يعني صنفوا أننا من الاثنين أن حتى لو في تغييرات في الجينات سببها غير وراثية سببها قد يكون بيئية أخرى فهم يدرسون يعني الأبحاث لها طرفين من هذه الأطراف طبعا الأبحاث على قدم وساق دول العالم كل سنة تحط ميزانية ببلايين الدولارات لبحث هذه الأسباب ان اذا وجد السبب يعني يستطيعون السيطره عليه حل والى الان ما وصلوا لا 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 الى الان عالميا لسبب لكن الابحاث كل يوم في بحث جديد كل يوم في اكتشاف جديد لكن لم تتمحور كلها نحو سبب ما نعم نعم طيب دكتور ودنا نتكلم شوي عن مثلا طبعا احنا ما نقدر نتكلم ان في طرق للوقايه من هذا المرض لان هذا المرض مش معدي وليس الانسان دور في الاصابه فيه ولكن ودنا نتكلم عن كيفيه التعايش مع هذا المرض ان كان احد الابناء في هذه الأسرة مصاب باضطراب طيف التوحد وش اللي يتوجب على الوالدين أول شيء أنهم يتخذون إجراءات احترازية أولية حتى يكون في مانجمنت إدارة لهذا المرض داخل المنزل والله هذا هو أهم شيء الآن نعم. أولا الاعتراف زين لأن في ناس للحين صحيح. ما قاعدة تعترف تعترف وتتقبل المرض أيوة الاعتراف والتقبل وهذا يأخذ فترة صحيح نعم. ولكن لابد منه نعم. لابد من تقبله في كل أوساط العائلية وليس في العائلة الصغيرة فقط نعم. علشان يسهل دمجه بعدين في المجتمع صحيح ثانيا عدم الإهمال عدم الإهمال والبدء مبكر كل ما بدينا مبكر كل ما استطعنا السيطرة عليه والوصول لمراحل جيدة فيه فالشديد كلش ممكن يتحول إلى متوسط المتوسط ممكن يصير خفيف البسيط كلش ممكن يندمج مع المدارس العادية مثل متلازمة أسبرجر إحنا نسميها والهاي فانكشن بعضهم يكونون موهوبين جدا مثل ما أنتوا قد تشوفون في متلازمة أسبرجر الآن يمكن أعتقد أن تم ضمها دخلوها مع في مرض مع التوحد فخلاص ما صار في شيء اسمه أسبرجر فهذا النوع سهل في الدمج هذا الطيف سهل جدا في الدمج نعم صحيح جميل جميل صحيح. دكتور مثل ما تفضلت أن لازم تكون العناية من الأسرة ولازم يكون التعامل مع هذا الإضطراب بشكل معترف فيه نعم. الآن في مركز معترف فيه يبدؤون في هذه البرامج من ناحية مبكرة ويطبقون هذه البرامج في البيت ويتواصلون مع الخطة الفردية مع الأخصائي ويراجعونها سنويا وبهذه الطريقة يعني يتم تعليمها المهارات الحياتية والأشياء اللي يحتاجها حسب كل حسب حالته صحيح طيب الحالة من يحددها؟ التقييم طبعا يخضع هو لعدة تقييمات في مقاييس معينة يحددون مقياس مثل ADI وADOS وهذه المقاييس العالمية يحددون مدى الطيف اللي عنده بعدين يدخل في برنامج هذا البرنامج يأخذ تعليم خاص وعلاج نطق ولغة وعلاج وظيفي مهارات حياتية لفترة طويلة كلها اتعلمه كيف انه هو يعني يمارس حياته بشكل طبيعي نعم يحاول يندمج مع الاسره كيف يتواصل بشكل صحيح. طبيعي وقد يقدر يكون جمله شلون يقدر يتكلم شلون يقدر يقعد بشكل بالضبط. مناسب كيف يستجيب مع بقيه الاحساسات والمؤثرات اشياء كثيره صحيح اول شيء دكتور يمكن يعني السؤال اللي حمد قاله يمكن مهم جدا للغايه لان البعض من اولياء الامور يعتقد ان مثلا لو كان ولده يعاني من بعض الاعراض او السمات الشخصيه اللي تظهر على ابنه فيعتقد انه هو يعاني من اضطراب طيف التوحد ولكن يمكن يكون ابنه يعاني من شيء اخر ولذلك دائما يكون التوجه للناس المختصين لعمل مثلا التقييم ADI وهو الشهير في هذا المجال ومن بعده يتم وضع خطه للتعايش مع هذا المرض الحين انا ودي اسال هل عندنا اعداد كبيره نقدر نقول ان احنا عندنا والله
نقدر نقول ان احنا نعاني من اعداد كبيره هنا من الناس المصنفين تحت هذا الاضطراب؟ نعم. هل في ارقام كبيره؟ نعم، النسبه في قطر تتوافق مع النسبه العالميه، هي بدات من 1% الى 1.7 او 8%. نعم. وهذا البحث نشر اوليا، ونسبه التوحد في دولة قطر، وراح ينشر كذلك على مستوى رسمي أكبر في مجلات عالمية، في المجلات العلمية. أي نعم. نعم. أي نعم، فالعدد في تزايد، في تزايد كبير لا شك فيه. نعم بالتأكيد. يمكن أعتقد أيضا يعني الواحد لما يبدأ يطالع مثل هذه الأمراض تبدأ تكون منتشرة أكثر، ونشوف يعني أبناء البعض من الأبناء في الأسر يعانون منها، أيضا يتم البحث يعني الدراسات دائما. أوكي إحنا نعتمد على الدراسات اللي تصير من الجهات الخارجية، ولكن لما نعتمد على الدراسات أيضا المحلية وتم المزاوجة فيها بنحصل على نتائج قيمة، لأن هنا عندك الزواج كثير من الزواج الأقارب مثلا. صحيح. هل له علاقة ولا ما له علاقة؟ طبعا أنا أضرب مثال يعني افتراضية يسمونها بالعلم، فلا بد أن يتم أخذ هذه المعطيات ودراستها أيضا. يعني لما أنت تظهر عندك ظاهرة لا بد أن أنت تشوف كل المحاور اللي ممكن تأثر فيها حتى بالضبط. توصل إلى نتيجة معينة بالضبط. فهذا اللي أنا أشوفه يعني بالضبط. هل في عندنا مركز أبحاث مختص يقوم بالمزاوجة بين مثلا الأبحاث اللي تظهر من الدوحة مع مثلا منظمة الصحة العالمية وأي كان؟ نعم صحيح. نعم يوجد معهد في مؤسسة قطر، معهد بحوث الطب الحيوي. نعم. ويدرسون كل الأمراض العصبية. نعم. ومنها اللي كان بالاشتراك معنا مع مركز الشفلح ومع. نعم. سدرة ومع مؤسسة حمد وارميلة، اللي هو بحث نسبة التوحد اللي قلناه في دولة قطر. بعدين المؤثرات الجينية للتوحد. نعم. أخذت عينة دم من 200 عائلة قطرية، من الناس المصابين بالتوحد، بالتوحد وعائلاتهم. نعم. لبحث إلى الآن كملوا 60 عائلة تقريبا. نعم. أخذوا الجينات بشكل كامل جدا، يعني كل يشوفون كل السلسلة الجينية، كل السلسلة الجينية يقرون الجينات كاملا. نعم. يعني بواسطة هذه الأجهزة الخاصة. ومشاركة الأبحاث يعني المراكز الأبحاث العالمية فيها ومقارنة النتائج معها. صحيح. أيوة طبعا. هذه الخطوة الأولى مثل ما قلت لكم من أن مرض معقد. الخطوة الثانية دراسة المشاكل البيئية. صحيح. ما تعرضت له الأم. نعم. قبل بعد أثناء. أثناء الولادة. الولادة. نعم. المؤثرات الخارجية، التلوث، الهواء. نعم. السموم، الغذاء، الأشياء. بالضبط. طيب دكتور، يقال أن استخدام وسائل التواصل أو التليفون أو البلاي ستيشن وغيره من الأجهزة الإلكترونية في الفترات الأولى في حياة الطفل تؤدي إلى التوحد، تزيد من حدته وسوءه. تزيد من حدته وسوءه. لو في الحالة، لو فيه الحالة طبعاً. لو هو عنده شيء بسيط وقابل إن إحنا نمرنا على التواصل، لما نعطيه هذه الأجهزة أنت قاعد تعزز عنده عدم التواصل. نعم. صحيح. فهذه مشكلة لازم ننتبه لها. نعم. حتى مع أطفالنا كلهم لازم نبعدهم خلال 3 سنوات الأولى عن هذه الأجهزة، وما نستسهل إن إحنا علشان نسكته هو يصيح ولا يصرخ نعطيه هذا الجهاز، حتى في الحالات نعتبر نفسنا إن إحنا يعني عملنا المطلوب. حتى في الحالات الطبيعية. حتى في الحالات الطبيعية. بالضبط. لازم نعزز التواصل. صحيح. في خلال 3 سنوات الأولى لأنها مهمة. نعم. الرضاعة الطبيعية مهمة. أحسن. في التواصل مع الأب والمناغاة هذه كلها درسوها جداً. أنها نعم مهمة جدا في الخلف، تبني القدرة المعرفية لدى الأب. صحيح. صحيح. دكتور أنا ودي يعني نعقب على مثل هذا الشيء اللي إحنا نشوفه، يعني يمكن حمد يشير بشكل مبطن إلى ضعف المهارات، مهارات التواصل الاجتماعي اللي تكون يمكن موجودة بحكم الانشغال اللي قاعدين نشوفه كل واحد منشغل في حياته الخاصة اليوم، واستسهال الأمر. ما يخالف بقعد معاه ربع ساعة نص ساعة بيمشي الموضوع، وتشوف عنده تأخر في النطق أو تلعثم في الكلام، عدم وجود يعني صورة واضحة لمخارج الحروف بهالطريقة. أنا ما أتكلم عن مرض التوحد ولكن بالضبط أتكلم بالضبط. بالعموم لا، حتى في التوحد في ناس غير ناطقين. نعم. وفي ناس ما عندهم أي يعني أي خبرة في تكوين جملة. نعم. وبعضهم حتى ما ينطقون كلمة أو كلمتين، وصلوا إلى يعني مراحل متأخرة كبيرة. نعم. نعم. طب هاي يعني دكتور الآن مركز الشفلح شنو هو دوره في مساعدة المصابين بهذا الاضطراب، وشلون التوجيه والتوعية للأسر؟ نعم. طبعا يعنى مركز الشفلح بكل الإعاقات الذهنية المختلفة، ومنها كذلك اضطراب التوحد، يشكل نسبة كبيرة منها يعني 120%.
تقريبا من 655 منتسب عندنا. نعم بإعاقات مختلفة، وحدة التوحد فيها 90 وهذا العدد كبير جدا، غير القائمة الموجودة في قائمة الانتظار، غير اللي ياخذون وحدات الحالات الخارجية بالضبط، فقط يعني جلسات ويطلعون، غير اللي موجودين داخل غير المركز، غير الزيارات المنزلية اللي يمكن تكون كأوبزرفيشن مثلا. نعم هذه أكثرها تكون في برنامج البورتج اللي هم من 3 سنين وأقل. نعم اللي مكتشف فيه مبكرا. في عندنا قسم كذلك للطفولة المبكرة. نعم. اللي هو يساعد على التخطي في، وهذا من أهم الأقسام. في عندنا ياخذون هم التعليم الخاص، يستخدمون لهم برامج خاصه مثل بالكارتس هذا او التيتش، برامج خاصه الشادو تيتشر مثلا او كذا يعني. نعم برامج خاصه للتعليم طيف التوحد اسمها تيتش وكارتس. وفي عندنا طبعا هو واحد لواحد مثل ما تفضل. نعم كذلك عندنا النطق واللغة، وكذلك في برامج تساعدهم أخرى مثل ركوب الخيل، عندنا اتفاقية مع اتحاد الفروسية. نعم الأمانة هم يشكرون على مثل هذا الشيء يعني. صحيح. أعتقد يمكن إذا ما خانتني الذاكرة يمكن السويدي اللي طلع معنا في لقاء. نعم. هو الأمانة كان من أحد الناس اللي تبنوا هذه الفكرة، أنه يحاول أنه يقدم العون لهؤلاء الأبناء. صحيح. اللي أنا أعتبرهم الأمانة مميزين، ولكن الله سبحانه وتعالى امتحنهم بهذه الطريقة. صحيح. كذلك عندنا الإرشاد النفسي والأسري والسيطرة على السلوكيات والتوعية المجتمعية. صحيح. كلها موجودة في نفس المركز، يعني ياخذ التعليمية والتأهيلية كلها في المركز بالضبط. نفسه، وهذا هو اللي يميز. يعطيكم العافية صراحة، الله يوفقكم على هذا المجهود بالتأكيد يعني. بس أنا دكتور أنا شوي طمع للأمانة، لا أخذ راحتك. اي أنا بحكم أن أنا أتعامل مع هذه الفئة المميزة من الناس اللي يعانون من التوحد. الأم اليوم صار عندها هم كبير في البيت، عندها تربي عيال وتروح الدوام وتحافظ على أسرة وتقوم بحقوق وواجبات الزوج والعيال وكذا. طفل التوحد يكون طفل مميز له احتياجات خاصة، وتعرف بعض السلوكيات المتكررة حتى لو أنت ما تبي تذكرها مثلا، أو قليلة أو أشبه أنها تكون نادرة. بعضهم مثلا يمكن يكون عنده عدم معرفة بخطورة بعض الأشياء اللي موجودة في المنزل، ممكن يضرب راسه، ممكن يشرد من البيت، يطلع من البيت يروح قدام السيارة في الشارع. أنا السؤال اللي أنا أوجهه، الأم الحين قاعدة تشتغل بالدوام والأب بالدوام، مثلا هل في ساعات خاصة لهم حتى يكون مثلا ساعات العمل أقل لهذه الفئة من الناس اللي عندها مثلا طفل ولا طفلين توحد موجودين في المنزل؟ هل هذا الشيء موجود ولا لا؟ ممكن أجاوب على هالسؤال. أنا ما أدري بس أنا ما أدري، لكن واحد الشغلة الثانية، هل عندنا مكان أو إذا ما كان عندنا، هل في يوم من الأيام راح أشوف مركز مختص بالتوحد يبدأ from A to Z من التقييم إلى العلاج إلى المباشرة إلى التدخل الدعم؟ نعم. العلاج النفسي السلوكي. نعم. وما. نعم. إلى ذلك هو موجود حاليا حتى إيواء. نعم نعم. لا مركزنا موجود، ولكن فقط من الصباح إلى الظهر، وما في إيواء. ما في إيواء. ما في إيواء لأن الغرض هو دمجه في المجتمع مرة أخرى، وليس بس أنا هذا هو السبب، ولكن كلامك يعني في منه يعني. أولا إحنا دمجي يعني عندنا إعاقات أخرى إلى جانب التوحد طبعا. إذا كان في مركز فقط للتوحد أكيد رح يكون التركيز والمخرجات أفضل بكثير، بتكون أفضل. إيه فهاي كلامك صحيح من هالناحية. من ناحية الإيواء، الناس تناقشه ما بعد الـ20، لأنه يطلع عندنا من بعد الـ20 سنة أو 21 سنة. بعضهم نعطيهم تدريب أو تأهيل مهني ونشوف لهم وظائف. بعضهم قد يكون ما وصل لهذه المرحلة. صحيح. فمحتاج مثل نوادي تستوعبه. نعم. لأن حتى ما يفقد هذه السلوكيات ويرجع البيت مرة أخرى. فهذه اللي تقصد فيها، قد ما يكون إيواء كامل بس قد تكون مراكز تحتوي الفترة المسائية. نعم. يعني هذه مهمة جدا. وبعد ما دمجوا البست باديز معنا بالضبط. احنا نفكر ان احنا في المرحلة القادمة ما فوق الـ21 يكون لهم يعني مركز متخصص وظائف إدارية. صحيح. ليش انا سألتك هالسؤال دكتور؟ لان مثلا يعني انا بضطر اذا انا بطلع من البيت، وهل بيطلعون من البيت؟ ما حد بيتم في البيت الا هذا الابن، فبخليه مع من؟ تخليه مع، تضطر انه مع احد اللي عندك العاملين في المنزل. لازم يكون عارف كيف يتعامل مع السلوكيات. صحيح. فرضا لو انت بتجيب لك مثلا احد يكون مختص في مثل هذا المجال من احد المربين، فبيكون مختص، بيكون معناته تكلفه وفي اعباء ماليه كذلك، اعباء ماليه على هذه الاسره، حتى يكون كانه شدو ولا 1-to-1 حقه. فأنا القصد حتى في ناس تجيب برامج مسائية مشابهة للي عندنا في المساء. مو أدري هذا بشكل خاص. إيه هذا يصير. نعم. هذا موجود. صحيح. صحيح. نعم. ليش أنا أنقل لك جزء من صورة لمعاناة الناس هؤلاء أولياء الأمور، ما أتكلم عن معاناة هذيلا. هم دائما يقولون نتمنى أن يكون في مثلا دار للإيواء المؤقت، مثلا هو طالع الدوام الصبح يخليه مثلا أول 2-3 ساعات يجي يأخذه من بعد الظهر، وبهالشكل هو يأخذ الزام ويتم معاه في الليل ويباريه ويعاونه. هذا هو اللي يبغونه.
صح. ان انت تخيل اذا ابن صغير ده مثلا واحد في ADHD اضطراب فرط حركه فقط تخليه في المنزل والكثير من التوحد عندهم فرط الحركه كذلك طبعا صحيح هذا الشيء بعد ثاني لازم قبل ما نختم عوده لسؤالك الاول اللي هو الدوله مشكوره اي ام عندها حاله صحيح. من ابنائها نعم. إعاقة أو توحد أو غيره يتم إعفائها من الدوام لمدة لين ما يصل الطفل لعمر 5 سنوات وراتبها بالكامل يمشي أوكي. وهذا الإجراء عن طريق وزارة التنمية الله يجزيهم كل خير والشؤون الاجتماعية بس هي تقدم ما يثبت الحالة المرضية وبناء عليها يعطونها تفرغ لين ما يصل نعم. الطفل لخمس سنوات نعم يعني أول شيء حمد أنا ما أدري الأمانة عن هذه المعلومة حتى أنا وإن وجدت فالحمد لله فمعناته أن في ناس ذو بصيرة يطلعون هذا الموضوع بعين يعني الرحمة والحمد لله رب العالمين هذا اللي تعودنا منهم ولكن دائما احنا نطمع هنا ان للمزيد لان هذه الفئة ضرورية ومهمة عندنا صحيح. في المجتمع الشغلة الثانية دكتور ما ادري اذا يعني دائما السؤال تعرف كل واحد ما وده انه يشوفه ويكتشف في يوم من الايام انه يكون ولده مثلا عنده هذه المشكلة فهل بيجي في يوم من الايام بنقول انه والله تم اكتشاف مثلا علاج لهذا المرض في يوم من الايام وقبل ما يشوفون بيقولون لنا عن السبب لازم يعلنون عالميا عن السبب لازم يوجدون السبب ايوه حتى نعم. يستطيعون ايجاد العلاج بالضبط فهذه الابحاث كلها متجهه نحو السبب وليس نعم. العلاج نعم بالتاكيد ما اذا وجد السبب خلاص بعدين يبدون يطلعون العلاج بطل العلاج وتدري ليش يعني ساعات تعرف الواحد على قولتهم اللي يعاني يتعلق بقشه فيشوف مسكين الاب في الانستغرام ولا يشوف في كذا كذا يحاول كل شيء التجاري وغير التجاري نعم بالأول بالأخير ترى مصلحة أولده وراحة باله فوق كل اعتبار يعني الواحد كل شيء ممكن يتغاضى عنه بالحياة إلا لما يكون واقف عاجز ما يقدر يقدم العون والمساعدة لأحد أبنائه الله يكون في عونه الله يكون في عون الجميع إن شاء الله هو اختبار من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يقول ونبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين فهو ابتلاء وامتحان من رب العالمين نعم. الحمد لله ونتمنى لكل المجتمع أن ينظر لهذه القضية ويقدم الدعم بالتأكيد. للأهالي سواء كانوا جيران أو أهل صحيح. أو في الأماكن العامة أو غير ذلك نعم. صحيح نعم. صحيح بيض الله وجهك دكتور محمد تلفت مدير إدارة الخدمات العلاجية في مركز شفا الله شكرا لك يا مرحبا ما قصرت مشاهدينا الكرام فاصل قصير وبعدها نستكمل فقراتنا ابقوا معنا حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين طبعا في إطار تفعيل مشاركة الشباب في تحقيق رؤية قطر 2030 أطلق مركز الإنماء الاجتماعي نماء حملة قول فعل 2030 حملة. بالفعل خالد مزيد عن هذه الحملة يسعدنا أن يكون معنا في الاستديو السيد محمد العبد الغني رئيس قسم الإنتاج بمركز نماء حياك الله محمد معنا يا مرحبا هلا والله شكرا على الاستضافة شكرا على واجبك محمد حياك الله في الاستديو الله محمد ودي في البداية لو نتكلم عن حملة أو حملة قول وفعل أو عن هذه المبادرة اللي أنتوا أطلقتوها يا ليت نتكلم شوي عنها طبعا حملة قول وفعل 2030 هي حملة توعوية نعم. هدفها الأساسي هي موجهة للشباب لزيادة وعيهم نعم. برؤية قطر 2030 وركائزها المختلفة والأهم بدورهم هم كشباب في المساهمة في إنجاحها ووصوله إلى أهدافها احنا من خلال قربنا مع المجتمع من خلال تفاعلنا معهم مع الكثير من البرامج اللي نقدمها حق الفئة اللي احنا مختصين فيها فئة صحيح. الشباب نعم. لاحظنا يعني وجود يعني ممكن بعض خلينا نقول عدم الدراية الكاملة من جزء أو فئة بسيطة من الشباب في الرؤية وركائزها نعم. خصوصا إذا عرفنا أن الرؤية تم إطلاقها سنة 2008 وكثير من الشباب اللي موجودين حاليا في الأعمار بين العشرينات وما أقل كانوا يمكن صغار في السن وقت إطلاق الرؤية وهي حق صغار المستثمرين ولا لا هي بشكل عام بشكل عام بشكل عام نعم نعم جميل قول وفعل يعني
كلمة مجتمعية متعودين عليها، دائما شبانا يقول خلي قول وفعل، ويعني لها معاني كثيرة ولها قيم كثيرة معانا. ليش اخترتوا هذه الكلمة؟ لأن في رأيي أنا بتكون عبء على الشخص، مش مجرد أنه ينفذ الشغلة، ولكن لازم يكون قد الشغلة اللي هو بينفذها. نعم أكد على كلامك. هو قول وفعل طبعا نفس ما تفضلت، يعني كلمة شعبية احنا نستخدمها في عندنا في قطر. هو كانت مقصودة لأن رؤية قطر 2030 الكثير يتحدث عنها، تثار حوالينها الأحاديث دائما، لكن إذا دخلنا في تفاصيلها وفي المساهمة الفعلية منا احنا كأفراد فيها، يكون هني في نوعا ما يمكن نوع من أنواع القصور من البعض. طبعا رؤية هي وضعت من قبل الدولة وفيها استراتيجيات وخطط للتنفيذ، لكن طبعا عبء تنفيذها على أرض الواقع ما يقع على عاتق الدولة فقط، احنا كأفراد كمجتمع كل واحد في مجال عمله على عبء، يعني كل واحد في مجاله انه يساهم في انجاح الرؤية. طيب بالتأكيد يعني هذه الفعالية او هذه الحملة يعني تحتها يمكن مجموعة او حزمة كبيرة من البرامج اللي ممكن تدعم الوصول الى هذا الهدف. وش البرامج اللي موجودة يعني في هذه الحملة؟ طبعا هي الحملة حملة توعوية بالأساس. احنا نستهدف الوصول لأكبر يعني شريحة ممكنة من شريحة الشباب اللي احنا نخدمها. صحيح. احنا حاولنا نوصل للشباب عن طريق التواصل الاجتماعي، ما يخفى عليكم ان اغلب الشباب هم متجهين لمواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. احنا اعتمدنا على رسائل توعوية بشكل بسيط مبسط، خالية من التعقيدات اللغوية والمصطلحات الكبيرة. احنا هدفنا نوصل المعلومة بأبسط طريقة ممكنة. نفس ما قلت لك استخدمنا التواصل الاجتماعي، استخدمنا بعض المقاطع الفيديو الهادفة، بعض مقاطع الانيميشن. ايضا قمنا ونقوم ان شاء الله بزيارات لعدد من المراكز الشبابية، المراكز اللي يتواجدون فيها الشباب، المدارس، الجامعات. نحاول قدر الامكان ان احنا نوعي اكبر عدد ممكن من الشباب برؤية قطر وبأهدافها وركائزها. جميل. الآن اللي أنت تحدثت عنه محمد هو كيفية الوصول للشباب ووصول الرسالة لهم. إحنا ودنا نعرف شو الفعاليات اللي بتكون غير الوصول طبعا من خلال الزيارات للمراكز، الشباب اللي غير متواجدين في المراكز شلون بتقدر توصل لهم رسالة، أو شلون البرامج بتخليهم يحضرونها؟ طبعا احنا الرسالة تعاوننا مع عدد من المؤثرين في المجتمع القطري على اساس نفس ما تفضلت اللي ممكن ما نقدر نوصل لهم خلال الزيارات. نعم. وزيارات مهما كثرت يعني العدد اللي ممكن توصل له محدود. لكن عن طريق التواصل الاجتماعي نوصل هذه الرسائل ونحاول ندعوهم لعدد من الورش اللي عندنا اللي سيتم اقامتها. ورش نقول العصف الذهني، راح يكون فيها مختصين في كل مجال من مجالات الرؤية اللي هي تنقسم يعني لأربع ركائز: اقتصادية واجتماعية وبيئية وبشرية. بيكون من كل مجال فيها أحد الخبراء اللي ممكن يتكلم عن هذه الركيزة وعن دور الشباب فيها وكيف ممكن أنهم يساهمون فيها. جميل. نعم. جميل. طيب لما نجي نتكلم عن هذه الحملة أكيد أنتم تستهدفون الشباب بشكل خاص. نعم. فلما نجي نتكلم عن فئة الشباب أكيد أنتم تنتظرون منهم بالمقابل بعض الإمكانيات أو المهارات اللي هم يقدمونها أيضا لنجاح هذه الحملة. نعم. وش اللي تتوقعونه من الطرف الآخر من الشباب؟ طبعا في المقام الأول احنا نتوقع التفاعل. طبعا نفس ما يعني هذه الرؤية الوطنية هي واجب وحق علينا كلنا. نعم. في قطر سواء مواطنين أو حتى مقيمين. طبعا أنا يمكن غفل أن الحملة غير موجهة للقطريين، هي موجهة للمجتمع بشكل عام، مقيمين ومواطنين ومقيمين. التفاعل، احنا خصصنا مسابقة خاصة بركائز الرؤية، الحملة مدتها شهر والرؤية أربع ركائز، فخصصنا كل أسبوع بيتحدث عن ركيزة. في نهاية هالأسبوع أو خلال أسبوع كامل إحنا أطلقنا مسابقة. المسابقة عبارة عن مسابقة تفاعلية. أي شاب ممكن أنه يصور مقطع فيديو ما يتجاوز دقيقة يتحدث فيه بشكل موجز عن إسهامه في ركيزة اللي يتم بحثها في هذا الأسبوع. على سبيل المثال إحنا حالياً في أسبوع ركيزة البيئية، فإحنا نطلب من الشباب أي حد عنده تجربة في ركيزة البيئية قدم شيء يفيد المجتمع في هذه الركيزة إنه يبعث لنا هذا المقطع. إحنا عندنا لجنة تحكيم تختار أفضل المقاطع، يتم اختيار فائز ويتم نشر المشاركة اللي صاحبة المركز الأول
بغرض تحفيز الشباب الباقيين على التنافس والاقتداء بصاحب المشاركه اذا كانت مشاركته ايجابيه. طيب انا السؤال دائما يعني اللي يراودني على قولتهم، نعم، الان كثير من المسابقات صارت وكثير من المسابقات كان النتيجه مالتها جدا مثمره، من فيديو، من فكره، من كذا، هل يتم تطبيقها؟ هل يتم تبنيها اذا بالفعل شفتوا ان هذه الفكره او هذا الفيديو قد يكون مؤثر في المجتمع لخدمه الركيزه البيئيه او الاقتصاديه او التنميه البشريه؟ نعم طبعا انا اكد على كلامك، فعلا هو الفكره بحد ذاتها جيده لكن التطبيق هو الأهم، حتى من شعارنا يقول وفعل. نعم. إحنا في مركز نماء معنيين بتمكين الشباب، أعطاهم الأدوات اللي تساعدهم في تطبيق أفكارهم اللي هي ممكن تكون خادمة للمجتمع. طبعا لو حصلنا إحنا فكرة في مجال عملنا إحنا كمركز ضمن مراكز المجتمع المدني وممكن إحنا نساعده بأي شكل ممكن، طبعا بحيكون تفي تبني للمشروع، وفي حال كان المشروع ما يقع ضمن نطاق عملنا في مركزنا ما أكيد أن احنا راح نواجهه للمؤسسة أو المركز اللي في الدولة المعني بهذا الجانب. جميل. طيب محمد، أنا بدي شوي نسلط الضوء على مركز نماء دار الإنماء الاجتماعي سابقا. للأمانة أنا واحد من الناس اللي من فترة طويلة جدا خدت يعني عدة من الدورات القيمة للأمانة، يعني قيمة علميا في المعاني الغزيرة والعمق العلمي اللي فيها عن الخطة التسويقية، خطة إدارة المشاريع وكذا. يا ليت نتكلم عن دار عن نماء، عفوا ليه الحين في بالي دار النماء الاجتماعي، عن نماء، وش الفائدة من وجود هذا المركز؟ يعني وش اللي ممكن يستفيدونه منكم الشباب اللي موجودين وأيضا خواتنا اللي عندهم طموح أنهم يصبحون رواد أعمال في يوم من الأيام؟ طبعا بشكل موجز مركز نماء تم يعني إطلاق استراتيجية جديدة في عام 2017 اللي هو موجه لفئة الشباب. المركز يعمل في جانبين كبار تحتهم في تفريعات كثيرة. الجانب أول شيء الجانب الاجتماعي، يختص بتطوير الرياديين الاجتماعيين، بتقديم الدورات، بتقديم الورش، بتطوير الشباب وتمكينهم وإعطاهم الأدوات اللي تساعدهم في النجاح في حياتهم. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الجانب الاقتصادي. المركز يركز على تنمية المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر. إضافة للمشاريع المنزلية نفس ما تفضلت، يقدم التدريب المجاني، الدورات التدريبية من على ما يقولون من الألف إلى الياء، بداية المشروع وإدارة العاملين وغيرها من الدورات. أيضا إلى جانب التدريب يقدم الدعم المالي في حدود وشروط معينة. أيضا عند المركز يتواجد خدمة الاحتضان، توفير نقاط بيع، مساعدة صاحب المشروع الصغير على تسويق منتجاته. يعني احنا نحاول ان نقدم خدمات متكامله لافراد المجتمع. نعم. بدايه في التدريب، نهايه في التطبيق العملي. في التطبيق العملي. جميل. نعم. محمد، في نهايه لقائنا شلون المشاركه في الحمله او خلاص ما في مجال للمشاركه؟ المجال طبعا مفتوح، احنا بدينا الحمله في تاريخ 3 ابريل وهي مستمره ان شاء الله الى بدايه مايو. نفس ما ذكرت أنها هي مقسمة على 4 أسابيع، كل أسبوع يتحدث عن ركيزة. أنا أدعو جميع الشباب من مواطنين المقيمين لزيارة موقعنا على الإنترنت nama.org.qa، الاطلاع على مزيد من المعلومات حول الرؤية وحملتنا وكيف أنه ممكن هم يساهمون، إضافة إلى مشاركتهم في المسابقة اللي نتمنى أن الجميع يشاركون فيها وإن شاء الله يحالفهم الحظ. ما قصرت، بيض الله وجهكم، وإحنا من دورنا نحن نشكركم السيد محمد العبد الغني رئيس قسم الإنتاج بمركز نماء، يعطيك العافية ونورتنا. شكرا على الاستضافة ومشكورين. لا شكرا على الواجهة. إذن أعزائي المشاهدين ما زلنا مستمرين معكم، ولكن نطلع الفاصل القصير ونرجع بعده لمتابعة باقي فقرة الليلة من ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي خلال مؤتمر صحفيا عن بدء تسجيل الطلبة
وقبولهم للالتحاق في المدارس للعام الأكاديمي 2018-2019. نعم، وكذلك تم الإعلان عن عدد من المدارس والخدمات الجديدة لهذا العام. نتابع أبرز ما جاء في المؤتمر من خلال هذا التقرير. طبعا المؤتمر الصحفي ركز على موضوع أساسي ورئيسي يهم الجميع وجميع لهم علاقة بالعملية التعليمية، سواء أولياء أمور، موظفين، طلبة. موضوع تسجيل ونقل الطلبة بالمدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2018-2019. التسجيل الأشقاء تم البدء فيه اليوم ويستمر إلى يوم الخميس، والأسابيع القادمة بتكون مرحلة تسجيل والنقل الإلكتروني سواء للقطريين دول مشتركة بين القطريات أو جميع الجنسيات. طبعا احنا نحب ننوه أولياء الأمور أن النقل الإلكتروني لهذا العام بيكون يعني نقل مبكر إلكتروني، بحيث أن ولي الأمر ممكن ينتقل من مدرسة إلى مدرسة إلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المدرسة. ونحب أيضا نوجه أولياء الأمور في مراجعة مجمع الخدمات الحكومية في 11 مجمع، وبالأخص مجمع عنيزة ومسيمير ومصلال والريان، بحيث أن موظفين من وزارة التعليم أيضا متواجدين في هذه المجمعات في الرد على أي استفسارات تخص أولياء الأمور، ومراجعة موقع وزارة التعليم والتعليم العالي حيث تم توفير دليل مستخدم، الفيديو، الكتيبات، الأسئلة الأكثر شيوعا كلها تم توفيرها على موقع وزارة التعليم والتعليم العالي، ممكن الرجوع لها بإذن الله. طبعا المدارس الجديد للعام الدراسي القادم عندنا مدرسة ثانوية جديدة للبنات في منطقة المعراض، ومدرسة للصف الخامس والسادس بمدينة خليفة الشمالية. هذه طبعا تترك مقاعد ما لا يقل يعني عن 40 صف دراسي، يعني بالإضافة إلى فتح صفوف دراسية إضافية في المدارس القائمة حاليا، بحيث أنها تغطي ما لا يقل عن استيعاب 3000 طالب. وعدد المقاعد الشهر بشكل عام في المدارس تفوق 10000 مقعد، لكن أحيانا الاكتظاظ تصير لمراحل معينة بمناطق معينة معروفة في مثل منطقة الوكرة أو الريان أو مصلال، وهذه إن شاء الله خلال السنة القادمة أو التي تليها إن شاء الله في مدارس جديدة إن شاء الله بتكون لها افتتاح إن شاء الله في هذه المناطق. أعلنت مؤسسة قطر عن إطلاق أكاديمية جديدة للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وذلك تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي. وقد بدأت الأكاديمية باستقبال طلبات الانتساب للعام الدراسي 2018-2019. تفاصيل أكثر نشوفها وياكم من خلال التقرير التالي. أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا مؤسسة جديدة تضاف لسلسلة المؤسسات التعليمية بدولة قطر، وذلك تحت مظلة التعليم ما قبل الجامعي. هذا ما أعلنت عنه مؤسسة قطر في مؤتمرها الصحفي الذي نظمته بحضور كوكبة من الأساتذة والأكاديميين. مشروع أكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا اللي إن شاء الله تعالى ستفتتح أبوابها في أغسطس 2018 إن شاء الله تعالى، هي مدرسة ثانوية راح نبدأ إن شاء الله تعالى العام الأول فقط للصف التاسع بطاقة استيعابية 40 طالب وطالبة إن شاء الله تعالى، سيكونوا في مبنى الأداب والعلوم في المدينة التعليمية، ومن ثم إن شاء الله تعالى الانتقال للمبنى الجديد في غضون سنتين إن شاء الله تعالى في 2020 سنكون في مبنى جديد إن شاء الله تعالى لهذه الأكاديمية. الأكاديمية ستوفر برنامجاً متكاملاً يركز على تنمية المهارات العلمية، بما يسمح للطلاب بتطبيق معارفهم النظرية في إيجاد حلول علمية للتحديات التي تواجه العالم، كما سيكون الطلاب على قدر من الجاهزية لمتابعة دراستهم مستقبلاً في مجال العلوم والتكنولوجيا. احنا لدينا ولله الحمد في دولة قطر الكثير من النوابغ والطلبة والطالبات المميزين علمياً وأكاديمياً، هذه فرصة أيضاً أن ندعوهم أيضاً لهذا التسجيل في هذه الأكاديمية حتى يكون أيضاً إثراء لبيئتهم التعليمية وإثراء لوطنهم إن شاء الله تعالى، أن يكون أيضا لديهم فرص تعليمية مختلفة وحديثة تواكب العصر الحالي. جدير بالذكر أن تقديم طلبات الانتساب لأكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا مفتوح حتى 30 مايو 2018.
مشاهدينا الكرام، ومن جهة أخرى ينظم مركز قطر للتطوير المهني وعلى مدى 3 أيام القرية المهنية، والتي تعتبر مبادرة مهمة تخدم شريحة كبيرة من الطلبة والطالبات وتقربهم من مسارهم التعليمي ومن ثم مستقبلهم المهني. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. القرية المهنية مبادرة مهمة أطلقها مركز قطر لتطوير المهني، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية، والهدف تقريب الطلبة من المؤسسات والجامعات المشاركة، وكذا تعريفهم بالمسارات المهنية المتاحة أمامهم. الحمد لله السنة نلاقي في تفاعل من الجهات، نلاقي كثير من الأنشطة اللي أنشأتها الجهات للتفاعل مع الطلاب لنشر الاستفادة كثيرة. العام بدأنا في يومين، يوم للبنين ويوم للبنات للمدارس العامة، أما هالسنة لا، بلشنا بثلاث أيام. اليوم الأول بيكون حق البنين اللي هو اليوم الافتتاح، اليوم الثاني بيكون للبنات، واليوم الثالث إن شاء الله بيكون حق المدارس الانترناشنال سكولز أو المدارس الخاصة، وأيضا بيكون في فترة مسائية مفتوحة من الساعة 4 إلى الساعة 7. الجهات المشاركة بالقرية المهنية خلقت رواجاً معرفياً لطلبة المدارس من خلال تقديم المشروحات اللازمة وكمية المعلومات المتوفرة. بنروح المعارض نحاول نعرض الأشياء اللي احنا نعلمها، فلو كان علوم صحية احنا نجيب الأجهزة اللي يتعلمون عليها الطلبة، ونحاول نخلي الطلبة اللي جاينا من المدارس يتعلم يجربون الأشياء هذه ويشوفون ان شلون طريقة استعمالها. أتمنى لهم كل التوفيق، وأتمنى ان يختارون التخصص اللي يتمنونه. اللي اخذت اهتمامي اكثر واستفدت منه في يعني مراكز وايد تقعد انت حاب المهنه اللي تبيها، في مراكز وايد تعلمك وتطورك على المهنه اللي انت تبيها. اكثر شيء استفدته في كليه الطيران، انا خاطر اصير طيار من وانا صغير وحلمي اني اكون طيار، واستفدت منها وايد اشياء طيار من كليه الطيران. حري بالذكر ان القريه المهنيه ستشكل منصه مهمه لكل باحث عن المعرفه الاكاديميه ومتطلع لمستقبل مهني زاهر. بالفعل مشاهدين يعطيهم العافية صراحة، 3 أيام مليئة لأبنائنا. اختيار المسار التعليمي والعملي مش سهل خالد. بالضبط، بالتأكيد الواحد يمكن وده إنه يشوف الصورة المقربة لأي شيء وده يشتغله، يعني من البداية حمد الواحد وده يتمنى مثلا لو تخصص علمي ولا أدبي على أيامنا قبل في أيام الدراسة الثانوية. حلو. وده يعرف إنه بعدين وش بيكون، مثلاً إذا كان مهندس وش شغل المهندس وأي نوع من الهندسة. ما فكر كان مهندس أو دكتور. وكان في مهندس وفي دكتور وفي بس طيار. بعد كان طيار كان للحين الأمانة يعني. كانت أحلامنا بالأول، ولكن أقول سبحان الله، الله يعني مقدر الأقدار وكل واحد يروح حق النصيب اللي كان مكتوب له من الأول. صحيح، والآن فرصة عندكم إن أنتم تطلعون على تختاروا شنو الأنسب لكم، وطبعا في استبيانات صحيح تساعدك ان انت تصل لهذا الموضوع. هذا ما كان عندنا هذه الفرصة الان. نعم. عندكم لا تخلونها، يعطيكم العافية. مشاهدينا الان نصل الى فقرة علوم الجو مع المتنبئ الجوي السيد عبد الرحمن العلان من الأرصاد الجوية. مرحبا اخوي عبد الرحمن. مرحبتين اهلين، بشرنا عبد الرحمن. لا إن شاء الله الأمور طيبة، وفي نشاط جوي نبتدي بالليلة. آخر صور الأقمار الصناعية تبين استمرار في فرص الأمطار العادية على المناطق الشمالية تقريبا خلال ساعة أو ساعتين، في دخول بعض السحب على المناطق الشمالية. بالنسبة للتحذير، يوجد تحذير بأمطار رعدية متوقعة، تسحبها ريح قوية مفاجئة على بعض المناطق أحيانا. نعم. الطقس سحب متفرقة وفرص الأمطار خفيفة على بعض المناطق، احتمال تكون رعدية. الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل 20 عقدة على بعض المناطق مع الأمطار الرعدية. نعم. بالنسبة لليوم الغد، يستمر التحذير بأمطار رعدية متوقعة، تسحبها ريح قوية مفاجئة. الطقس غائم جزئيا مع فرص الأمطار على بعض المناطق، احتمال تكون رعدية بعد. الرياح شمالية شرقية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، تصل 25 عقدة خلال الأمطار الرعدية. أقل حرارة متوقعة 22 درجة مئوية وعلاها 31 درجة مئوية.
ارتفاع الأمواج على الساحل من قدم إلى 3 أقدام، تصل 4 أقدام أحيانا، داخل البحر من قدمين إلى 4 أقدام، احتمال تصل 7. الأيام القادمة إن شاء الله يستمر التحذير على الساحل وعلى البحر نتيجة الأمطار الرعدية والرياح القوية المفاجئة. الطقس بشكل عام غبار خفيف وغوام جزية مع فرص الأمطار، يعني طول الأسبوع في الأمطار إن شاء الله موجودة. راح تكون بشكل متقطع يعني عبد الرحمن، ولا فرصة سقوطها يعني متوقع بشكل كبير؟ حاليا يعني اللي مبين عندنا ننطر التحديثات، احنا يعني يومين نقدر نشوف الأكيد ليومين قدام، لكن يعني في فرص ومؤشرات موجودة لهطول بعض الأمطار. نعم بشرك الله بالخير، ما قصرت يا عبد الرحمن، بيض الله وجهك ويعطيكم العافية. ما قصرت، الله يرحمك حبيبي، ما قصرت يا عبد الرحمن. إذن إحنا يعني أول شيء نقول اللهم اجعلنا غيثا طيبا مباركا إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بالعكس الواحد وده أن يتغير الجو شوي وتهدى سالفة الغبرة والدعثة اللي إحنا قاعدين نشوفها بين فترة وفترة. ونستعد للصيف. ونستعد للصيف. والله حس إني كأني دخلت الصيف اليوم. حتى تحس إن الاستديو شوي حار. لا الأمور طيبة. الأمور طيبة إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين بالانتقال إلى موضوع آخر، الحضور الشيخة هنادي بنت ناصر آل ثاني رئيسة مجلس مؤسسة إنجاز قطر. قامت المؤسسة طبعا بالتعاون مع السفارة الفرنسية في قطر وبدعم من شركة تالس بإطلاق النسخة الأولى من مسابقة أبطال التدريب الوظيفي حمد. وتهدف هذه البادرة الأولى من نوعها في الدولة إلى توسيع مفهوم برنامج التدريب المهني المخصص لطلاب الجامعات والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور وأرباب العمل. نعم طبعا هذه المسابقة تستهدف جميع طلاب الجامعات اللي يدرسون حاليا أحد التخصصات إدارة الأعمال مثلا أو الهندسة أو مثل حتى التسويق والمحاسبة المالية والإدارة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات، يعني خذتها بشكل عام. بالفعل يا خالد. نعم. ويتكون البرنامج من 4 وحدات تستمر لمدة 5 أسابيع، كما يهدف إلى تطوير وصقل عدة مهارات ضرورية عند الطلاب ومساعدتهم في توظيفها لاحقا للحصول على مناصب عمل مرموقة في القطاعين الخاص والحكومي. نعم الله يوفقهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. أعزائي المشاهدين طبعا وفي الشأن الثقافي احتضنت دار الأوبرا في المؤسسة العامة الحي الثقافي كتارة فعاليات مهرجان كتارة الثاني لآلة العود الذي يقام تحت شعار الفارابي المعلم الثاني بمشاركة 17 دولة عربية ومنها أيضا أجنبية. بالفعل خالد تابع المهرجان جمهور غفير من محبي الموسيقى من كل الفئات الرسمية والشعبية، حيث تضمن الحفل تعريف تسجيلات بالعالم والفيلسوف أبو نصر الفارابي وإبراز إسهاماته في المجال الموسيقي. نعم تضمن هذا أو تضمن هذا المهرجان أيضا محاضرات ثقافية وفنية عن رحلة العود وأشهر أيضا الموسيقيين، إلى جانب مقطوعات موسيقية متنوعة لآلة العود من مختلف البلدان. بالفعل خالد آلة العود آلة جدا جميلة، والفعاليات كانت مثمرة والكل شاهد هذه الفعاليات في الحي الثقافي كتارة واستمتعوا فيها. أعتقد وصلنا مشاهدينا لنهاية حلقتنا، أتمنى أنكم استمتعتوا معنا واستفدتم المعلومات اللي كانت موجودة. على أن نلتقي معكم غدا، تقبلوا منا أجمل التحايا وفي أمان الله. في أمان الله.